في لغة السينما كلمات كتير بنسمع عنها، لكن الكتير مننا يمكن ما يعرفش معناها بالضبط. من ضمن هذه الكلمات كلمة سيناريو، والأسبوع ده معانا كاتب السيناريو المعروف الأستاذ مصطفى محرم. خريج معهد السينما سنة كام؟ أنا مش خريج معهد سينما، أنا خريج كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية سنة 61، وخريج المعهد العالي للسيناريو سنة 64. أول دفعة ولا إيه؟ أول دفعة. كم سيناريو من سنة 64 لغاية دلوقتي؟ لا، أنا كتبت سيناريوهات قبل ما أخش المعهد. المعهد كان يعني استكمال للدراسة فقط، إنما أنا كتبت حوالي 35 فيلم، وكتبت حوالي 20 سهرة في التلفزيون، وكتبت حوالي 5 مسلسلات، ده بالإضافة إلى إخراج حوالي 15 فيلم تسجيل. عدد يعني حصيلة كبيرة يعني. لأن تقريبا بدأت من سن صغيرة، يعني أنا بدأت أعمل في كتابة السيناريوهات من سن 21 سنة. نقدر نقول أنه أشهر السيناريوهات في حياتك الفنية كانت إيه؟ في ليل وقضبان، وأغنية على الممر، ما سبق الإصرار، ولا يزال التحقيق مستمرا، أهل القمة، وكتير يعني من الأفلام اللي خدت جوائز ومثلت مصر في مهرجانات. طيب دلوقتي كلمة سيناريو بالنسبة لكتير مننا كلمة مبهمة إلى حد ما، يعني بنسمع عنها كتير في السينما لكن ما نعرفش معناها بالضبط، معناها العلمي. هل ممكن حضرتك تشرح لنا المعنى العلمي لكلمة سيناريو بس يعني بالمختصر المفيد ومن غير إيه التفصيلات العلمية الصعبة يعني؟ هو ببساطة شديدة هو البناء الدرامي للفيلم، بيشمل كل الأحداث اللي بيشوفها المتفرج على الشاشة ورسم الشخصيات، وبيتضمن برضه أحيانا بيكون كاتب السيناريو هو كاتب الحوار، فبيكون كل الكلام اللي بيقوله الممثل على الشاشة بيقوم بكتابته كاتب السيناريو، ده ببساطة شديدة. ولو حبينا تفصيلات أكتر برضو بالضبط، يعني نقدر نشبهه زي ال حضرتك بتاخد القصة. أي هل تكتب القصة ولا تاخدها؟ إما إن القصة تبقى بتاعتي، وبتبقى قصة مكتوبة للسينما خصيصا، بيبقى فيها بقى مواصفات القصة السينمائية، ما فيهاش الأوصاف الأدبية اللي احنا بنشوفها مثلا في الروايات الأدبية أو القصص الأدبية، ولكن بتكتب في زمن المضارع، والتركيز بيبقى على الحادثة ورسم الشخصيات. أما لما بتبقى مثلا نص أدبي كرواية مثلا أو مسرحية أو قصة قصيرة، فطبعا بتستغرق مجهود كبير ان احنا بنخرجها من الشكل الادبي الى الشكل السينمائي، في الاخر بتبقى نص سينمائي مش نص ادبي، وهذا النص السينمائي يتحول الى فيلم، وينسب النص السينمائي الى كاتب السيناريو. النص السينمائي اللي هو معنى اخر لكلمة سيناريو، اللي هو السيناريو بينسب الى السيناريست، النص السينمائي. فحتى الكاتب القصة مالوش الحق انه يعترض، لان هو مسؤول عن روايته ككتاب او كمسرحية، انما السينما فن اخر وبيقوم به فنانين متخصصين في هذا الفن. طب عاوز اعرف بقى، لما حضرتك بتاخد القصة عشان تعملها سيناريو، ها بتقعد مع المخرج مع مين بالظبط؟ بتتفقوا على اللي هيحصل، ولا حضرتك بتاخد القصه تتصرف فيها وبعدين تقول للمخرج ادي السيناريو؟ لا، هو في طريقتين في العمل، اما يكون اتصال المباشر بالمنتج اللي هو صاحب الفيلم، وبيبقى على ثقه كبيره بالسيناريست، فبيديله الروايه
وهو بيقوم بتحويلها إلى نص سينمائي أو إلى سيناريو، وبعد كده هو بتعرض على المخرج وبيتم مناقشتها. وفي طريقة تانية، وهو أن المخرج قبل الكتابة بيقعد معايا ونتناقش ونتفق على خطوط عامة بالنسبة للفيلم، وبعد كده هو أنا أقوم بالشغل يعني.